أسوق إليكم اليوم خبر الصحابي الجليل عتبة بن غزوان. وما أدراك ما عتبة؟ كان من السابقين الأولين رضي الله عنه، إذ أنه كان سابع سبعة يدخلون الإسلام، ولقي ما لقي المسلمون الأولون من تعذيب قريش وأذيتهم ونكالهم، فهاجر رضي الله عنه إلى الحبشة مع من هاجر من المسلمين، ثم رجع إلى مكة. ولما أذن للمسلمين بالهجرة إلى المدينة كان من المهاجرين الأولين رضي الله عنه وأرضاه. كان رضي الله عنه طويل القامة، وضيء الوجه، مخبت القلب، حاد الذكاء، بارع في الرمي. شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والمشاهد كلها. ولما آلت الخلافة إلى الصديق رضي الله عنه، كان رضي الله عنه من رجاله الذين ضرب بهم رؤوس المرتدين. ولما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلافة المسلمين، اقتحمت جيوش المسلمين أرض كسرى. وكان عمر رضي الله عنه شديد المتابعة لجنوده، شديد الحرص عليهم، يتتبع أخبارهم. فبلغه أن هناك بلدة في العراق تسمى الأبلة، منها تنطلق إمدادات الفرس. وكانت جيوش المسلمين مشغولة بالفتوحات، فكان يجب أن تفتح هذه المدينة حتى يقطع الإمداد عن الفرس. ولكنه رضي الله عنه وقع في مأزق، إذ أنه لم يكن معه من الجنود ما يكفي لذلك. عندها عمد رضي الله عنه لطريقته التي كان يعرف بها، وهي تعويض النقص من الجند بقوة القائد. فجمع جيشا صغيرا قرابة 310 رجل، وأمر عليهم عتبة بن غزوان، وأوصاهم رضي الله عنه بتقوى الله، وودعهم، ثم وصى قائدهم وصية خاصة، فقال له: يا عتبة، اتق الله، وإياك أن تنازعك نفسك في كبر يفسد عليك آخرتك، واعلم أنك صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعزك الله بعد ذل، وقواك بعد ضعف. فيا لها من نعمة إن هي لم تبطرك وتخدعك فتهوي بك في نار جهنم. مضى عتبة بن غزوان رضي الله عنه برجاله، ومعه زوجته وخمس نسوة من نساء الجند. وكان الجيش قليل المؤونة، إذ لم يكن معهم من الطعام ما يكفيهم. فلما أصبحوا بمكان غير بعيد عن الأبلة، قال عتبة رضي الله عنه لجنوده: ابحثوا لنا عن شيء نأكله. فأخذوا يبحثون، فوجد أحدهم زنبيلا فيه حب صغير أبيض مغطى بقشر أصفر، لم يروه قبل ذلك. لما أحضره لأصحابه صاح أحد القوم: لا تأكلوه، فربما هو سم قد وضعه العدو لكم. وبينما هم كذلك، إذ انفلت فرس من رباطه وهجم على هذا الزنبيل وأخذ يسف الحب سفا. فيقولون: والله لقد هممنا أن نذبح الفرس حتى نستفيد من لحمه قبل أن يموت من هذا السم. فقال صاحب الفرس: لا تذبحوه، ودعوني أراقبه الليلة، فإذا رأيته أوشك على الموت ذبحته لكم. وعندما طلع الصباح وإذا بالفرس صحيحا معافى لم يصب بأذى، فتعجبوا، وأخذ ينظر بعضهم إلى بعض. فقال أحدهم: إني سمعت أن السم إذا طبخ لا يضر، فدعونا نطبخه. فأخذوا هذا الحب وقلبوه في إناء وطبخوه، وجلس أحدهم قبالة القدر، فنظر وإذا بالحب يتشقق ويخرج منه بذور بيضاء، فنادى أصحابه لينظروا، فجاءوا وتعجبوا من ذلك وقلبوه في صحفة وأكلوه، وإذا به من أطيب ما قد أكلوا. يقول: وعرفنا بعد ذلك أن هذه الحبوب اسمها الأرز. وكانت الأبلة مدينة محصنة على شاطئ دجلة. فعرف عتبة رضي الله عنه أنه لا سبيل له لفتح هذه المدينة بهذا العدد القليل إلا بالحيلة. فأعد رضي الله عنه للنسوة رايات، جعلها على أعواد، جعلها على رؤوس الرماح، وجعلهم خلف الجيش. وقال لهن رضي الله عنه: إذا اقتربنا من الحصن فاحثوا التراب حتى يكون له غبار.
فلما اقتربوا من الحصن خرج لهم جنود الفرس ورأوا وإذا بجيش مقبل وخلفه غبار ورايات، فقالوا هذه طليعة الجيش وتلك الرايات رايات جيش جرار، فولوا الأدبار وركبوا سفنهم هاربين. فدخل عتبة بن غزوان رضي الله عنه بمن معه من الجنود ولم يخسر جنديا واحدا، فغنم المسلمون من هذا الحصن غنائم لا تعد ولا تحصى، حيث أن الغنيمة في الإسلام ما غنمه المسلمون يبعثون بالخمس إلى بيت مال المسلمين، والباقي يقسم بالتساوي بين الجنود. ولأن عددهم قليل فقد أصاب كل رجل منهم ما لم يكن يخطر له على بال، حتى أن أحدهم رجع إلى المدينة فسأله الناس عن الأبلة فقال عن ماذا تسألون؟ والله لقد تركت خلفي الناس يكتالون الذهب والفضة. فصار الناس يشدون الرحال إليها. عند ذلك رأى عتبة رضي الله عنه أن إقامة الجنود في هذه المدن تعودهم على لين العيش، فكتب رضي الله عنه إلى عمر يستأذنه ببناء مدينة جديدة، وصف له مكانها فأذن له، فاختط لهم مدينة البصرة، وأول ما بنى لهم مسجدها الكبير. فخططت المدينة تخطيطا هندسيا رائعا، ووزعت الأراضي على الجنود، فبنى الجنود لهم بيوتا فيها، وأما عتبة فبنى لنفسه خيمة أقام فيها. وليس تحريما منه رضي الله عنه لذلك، وإنما زهد منه في الدنيا. فلما رأى رضي الله عنه إقبال الناس على الدنيا إقبالا يذهل المرء عن نفسه، وأن جنوده الذين كانوا قبل قليل لا يعرفون من الطعام أطيب من ذلك الأرز المطبوخ بقشره، قد تذوقوا مآكل الفرس وتلذذوا بأطعمتها مثل الفالوذج وغيرها، جمع الناس في المسجد وخطب فيهم خطبة، ومما قاله فيها: أيها الناس، إن الدنيا قد آذنت بالانقضاء، وأنكم مرتحلون عنها إلى دار لا زوال فيها، فانتقلوا إليها بخير أعمالكم، ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لنا من طعام غير أوراق الشجر حتى قرحت منه أشداقنا، ولقد التقطت يوما من الأيام بردة فشققتها بيني وبين سعد بن أبي وقاص، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها الآخر، ولم يكن لدينا غيرها، فإذا نحن اليوم لم يبق منا واحد إلا وهو أمير على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون عظيما عند نفسي صغيرا عند الله. ثم إنه رضي الله عنه ذهب إلى مكة حاجا، وبعد أن فرغ من الحج توجه للمدينة والتقى بعمر وطلب منه أن يعفيه من الولاية، فلم يعفه عمر، فأصر عليه عمر وقال: ويلكم، تقلدوني هذا الأمر ثم تتركوني فيه وحدي؟ والله لن أعفيك. فخرج رضي الله عنه من عند عمر مذعنا لأمره كارها للولاية. وقبل أن يركب دابته رضي الله عنه توجه للقبلة وقال: اللهم لا تردني إليها، اللهم لا تردني إليها. فاستجاب الله دعاءه رضي الله عنه، فعثرت به ناقته في الطريق فسقط منها فمات رضي الله عنه. وكان ذلك في السنة السابع عشرة للهجرة، وكان عمره آنذاك 57 عاما. رضي الله عن عتبة بن غزوان وأرضاه، وعن أصحاب رسول الله أجمعين، وألحقنا وإياكم بركب الصالحين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.